انا جوزي مسافر وحياتي معاه متعبه جدا. المهم ان مفيش اهتمام بيا ولا مشاعر ولا اي حاجه من ناحيته ليا خالص. لقيت على الفيسبوك ناس بتنصح تعمل حساب مختلف وتكلم جوزها من عليه وتحاول تتعرف عليه من الاول وجديد وتتقرب منه. عملت اكاونت وكلمت جوزي منه، والمصيبه انه تفاعل معايا واهتم بيا وبقى يستنى مني الرساله وكلمني في كل خصوصياته وحياته مع مراته وشغله، وفتح لي قلبه على الاخر. وللاسف خلاني مش واثقه فيه تماما، هو خاني. عايز يقابلني وبيقول لي انه بيحبني ومش بيحب مراته، وانا معايا ولدين. ايه الحل دلوقتي؟ انا مصدومه وبقول يا ريتني كنت فضلت على عمايا احسن. دلوقتي بفكر ابعت سكرين من الاكونت المزيف ده ليا وليه والكلامنا سوا، وابعت له من حسابي انا واواجهه بكل حاجه واقول له ان في واحده بعتت لي الكلام ده كله وانه بيخوني، واقفل الحساب المزيف تماما وابعد الشخصيه التانية عنه تماما. هي غلطانه انها عملت كده الحقيقه، وما كانش ينبغي انها تعمل كده. طيب هي بتقول بقى اعمل تعمل تاخد سكرين شوت وتقول له ان في حد بعته لها. لا ما تعملش كده، تقفل الحساب تماما وتبتدي تعالج صح. نفسها وتشوف حالها معاه. شوفي بقى إزاي هو ايه اللي عجبه في الشخصيه الثانيه، وابداي اعمليه، اقفلي الاكونت زي ما فضلت الشيخ بيقول لك فعلا، وما تجيبيش سيره الموضوع ده المخلوق.